السلام عليكم. هنكمل سلسلة 10 minutes engineering، واحنا لسه بنتكلم في ال FE اللي هي fundamentals of engineering exam، وبنكمل في mathematics. احنا اتفقنا ان in general لازم تبقى عارف كل المواضيع دي بغض النظر عن التخصص. السبع مواضيع دول مهمين لأي مهندس عشان تقدر تجاوب على جزء الماثيماتكس في الامتحان. جزء الماثيماتكس في الامتحان ساعات بيبقى يعني بيوصل 18 سؤال 19 سؤال، طبعا الكلام ده من 110 سؤال، واحنا عارفين ده عادة الامتحان بيبقى فيه 10 أسئلة بري تيست، يعني ما بتصححوش. فلو قلت انت عندك 100 سؤال، فيعني الماثيماتكس في بعض التخصصات بتوصل لخمس الامتحان. احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. احنا خلصنا الاناليتيك جيومتري اند تريجونومتري، والنهارده شغالين في الالجبرا اند لينير الجبرا. احنا شغالين في اتنين، واتفقنا ان في اتنين دوت في ثلاث مواضيع. قلنا الكومبلكس نمبرز في الفيديو السابع، واللوجاريتم في الفيديو الثامن، ودوت الفيديو التاسع هنتكلم فيه على الماتريسيز اند ديترمينز. طبعا هو كل اللي انت محتاجه هتلاقيه في الريفرنس هاند بوك. انا طبعا انا ماشي على الريفرنس هاند بوك، يعني انا بمسك الريفرنس هاند بوك بشوف الموجود فيه ايه، وبشوف الاسئله الامتحان اللي بتيجي عليها، وبعد كده ببتدي اتناقش او ببتدي اوضح للناس ازاي تذاكر يعني. فالفيديوهات دي الغرض منها هي بس هي جايد ليك، ان هي تفتح مواضيع بالنسبه لك، وتبقى بس يعني بديك انا البيزكس يعني بسرعه. علينا الموضوع كتير زي ما انت شايف، مواضيع كتيره جدا، ويعني مخطط للموضوع مثلا ان هو ممكن نوصل مثلا ل 100 فيديو او اكتر يعني. فانها احنا النهارده هنكمل طبعا في الماثيماتكس، وزي ان الريفرنس هاند بوك بيبقى معاك في الامتحان، بيبقى ريسيرشبل ممكن تدور فيه على اللي انت عاوزه. فطبعا انا لما جيت اشتغلت في على الماتريسيز، كل اللي عملته ان انا عملت سيرش على كلمه ماتريسيز، فهو طلعت بالجزء اللي انت شايفه اللي هو على اليمين ده. الجزء اللي انت شايفه اللي هو جوه الريكتانجلر ده، هو ده اللي موجود عندك في الريفرنس هاند بوك. في الحقيقه موضوع الماتريسيز والديتيرمنتس انا يعني اشك ان هي تيجي كسؤال في الامتحان، لانها اصلا كده كده بتضغط في الفيكتورز اللي هنقولها بعدين. بس احنا بس يعني عشان يبقى الموضوع متكامل ويبقى احنا ماشيين بسيكونس ورا بعضيها، فانا قلت اتكلم فيها بسرعه كده. اقول لك بس المفروض تكون عارفه في الماتريكس والديترمنت ايه، او الماتريسيز والديترمنتس. طبعا هو الفكره كلها فكره الماتريسيز، احنا اصلا ليه كمهندسين المفروض نكون عارفين الماتريسيز كويس، لان انت بتشتغل مع داتا، والداتا لما بتكتر المفروض تتحط في تيبلز، والتيبلز يعني حاجه مش رياضيه، فاحنا بنضطر يعني نعمل كوليكشن للديتا ونحطها في تيبلز وتبقى حاجه رياضيه، فبنسميها ماتريكس. الماتريكس بتبقى عباره عن صفوف وعمده، روز وكولومز، وبيبقى دايما اسمها ام في ان. الام في الان دي معناها ان هي عدد دايما يبقى عدد الصف الاول، وعدد الصف الاول بعد عدد الاعمده، يعني نقول ان هي اسمها ام في ايه في ان. لو الام بتساوي ان بيسموها سكوير. الماتريسيز طبعا السؤال هنا برضو، انت بتقول انت بتحطها في ماتريكس، انت بتحطها في ماتريكس ليه؟ بتسهل ايه يعني للمهندس اللي او للراجل اللي بيعمل مانيبيوليتنج ولا بروسيسنج للداتا؟ بتسهل ايه؟ الماتريكس بتبقى واحده واحده، يعني انت ممكن تضربها ممكن تجمعها، فبتخلي كل الداتا اللي عندك حتى لو بالاف بعمليه واحده انت ممكن تعمل لها مانيبيوليشن. هي دي فكره الماتريكس في الهندسه او في العلم عام، في الساينس عامه يعني. هنا الماتريكس زي ما قلت لك هي صفوف اعمده، فانت ممكن لو انت عاوز تضرب الماتريكس بعضيها تضرب عادي. مثلا لو انت عاوز تضرب مثلا الماتريكس مثلا بيبقى مثلا لو انت عاوز مثلا عندك مثلا 3 مثلا، يعني مثلا دي مثلا عباره عن ايه؟ 1 2 3 في 2 3 في 2، ودي مثلا 2 في 2، يعني انت بتقول بتعد الاول صفوف اعمده. لو انت عاوز تضرب ده في ده، الناتج لازم يكون ده زي ده وبيروح معاه، فاللي هينتج هو ماتريكس 3 في 2، هو ده الماتريكس اللي هينتج 3 في 2. طبعا 3 في 2 3 في 3 في 2 هنا 3 في، عشان نوجد كل بقى اليمنت
عشان نوجد كل element بيبقى كالآتي. طبعا مش هقول لك انا احفظ دي، كل انت بتعمله انت عاوز الاليمنت اللي هو ده مثلا ده، فده ترتيبه في الماتريكس الجديد واحد واحد، يعني اول صف في اول عمود. فبتكون انت جايب كده اول صف في اول عمود كده، بمعنى ايه؟ بيبقى دير السهم مع دير السهم وراس السهم مع راس السهم، يعني يبقى A في H بلس B في G اهو كده. نفس الكلام برضه عشان يبقى انت فاهمه، واحنا وصلنا لده مثلا، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الصف الثاني في العمود الثاني، يعني 2 في 2، يبقى ده معناه 2 الصف الثاني في العمود الثاني، يبقى C في I زائد D في K، C في I زائد D في K وهكذا. هو ده ضرب الماتريكس، حاجه يعني في منتهى البساطه يعني. طبعا انا اشك ان في حاجه تيجي زي كده يعني، بس يعني هو ده الماتريكس برودكت لما نضرب ده يطلع. طبعا ده 2 في 2 وده 2 في 2، فاللي هينتج هو 2 في 2 وكلهم فعلا 2 في 2. كل انت تقول لو انت عاوز تجيب بقى اول حاجه، اول صف في اول عمود، يعني 2 في 4 في 8 و2 يعني 10، يبقى 10 يبقى هو يا اما ده يا اما ده. ولو انت عاوز توجد هات مثلا ده اللي هو نشوف السبب صح ولا غلط مثلا، فنقول ان هو عباره عن 2 في 2، يعني ده الصف، سوري الصف دوت عباره عن الصف الاول في العمود الثاني، يبقى الصف الاول في العمود الثاني يعني ده في ده، يعني 2 في 3 ب 6، واحد يبقى هو ده الحل 7. طبعا الكلام كله سهل، بس انا يعني قلت لازم اقوله عشان يبقى احنا ماشيين بالترتيب يعني. ايه اللي تاني المفروض نعرفه في الماتريكس تاني؟ تعرف بقى ازاي تجمع ماتريكس على بعضيها؟ طبعا بتتجمع ماتريكس على بعضيها لما بيكون نفس الاوردر، يعني لازم يكون ده زي ده، وكل element كله يعني حسب الاوردر بتاعه بيتجمع، يعني بيتجمع بالترتيب يعني، يعني ده زائد ده يديك دوت، وسي زائد اي يديك اللي هنا وهكذا يعني. الماتريكس اللي هو بيكون كل الدياجونال بتاعه 1، مثلا ده مثلا ده مثلا 3 في 3 مثلا، يبقى 1 1 1 وهتلاقي كله اصفار بعد كده، ده احنا بنسميه بنسميه اي، يعني الاي ده احنا بنسميه ايدنتيتي ماتريكس اللي هو بيسموه مصفوفه الوحده يعني. الماتريكس اللي هي ترانسبوز اللي هي بتتقلب يعني، فبيبقى لو انت عندك ايه وعاوز تجيب الاي تي، بتخلي كل صفوف عمده والعمده صفوف، فده مثلا دوت هيبقى 2 في 3 هيبقى 3 في 2 على طول، 3 في 2 ويتقلب، تلاقي ده بقى هو ده. برضه الماتريكس برضه ليه انفرس، الانفرس اللي هو بيسموه اي ماينس 1، والحاجات دي ليها استخدامات بقى في الرياضه كتير، في يعني في الابلكيشن يعني كتير، في الفيكتورز بقى وكده وحاجات تانية هنشوفها بعدين يعني، بس كنا عارفينها. لو انت عاوز تجيب اي ماينس 1 فانت بتجيب الادجوينت بتاع اي على الديترمنت بتاع اي، ده الديترمنت بتاع اي اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو حساب المصفوفه يعني. والادجوينت ليه طريقه ان احنا نجيبها بس مش هنتكلم فيها، بس كنت عارف يعني ان ده اسمه الانفرس. الحاجه الثانيه بقى اللي هي الديترمنت، طبعا الديترمنت ديت هي حساب المصفوفه، انت اللي انت بتحسب المصفوفه. طبعا حساب المصفوفه ان انت بتحولها لسكيلر يعني، يعني بتطلع منها رقم يعني. كان مثال كده بسيط، اللي احنا مثلا لو احنا عندنا مثلا اهي 2 في 2 اهي وعاوزين نحلها، طبعا معروفه دي سهله قوي، ان انت كل اللي بتعمله لو انت عندك 2 في 2 كمثال هو وات از ماتريكس، وات از ديترمنت اوف ذا ماتريكس ايه، كل اللي بتعمله تضرب ده في ده ناقص ده في ده، 3 في 4 ب 12 ناقص 2 في 6 ب 12 يعني بزيرو بالحل. طبعا انا بقول لك انا اشك ان حاجه زي كده تيجي ده بقى، لو كان بقى سؤال حاجه يعني ايزي قوي يعني، بس ليه؟ لانها كده كده بتغطى في مواضيع تانية الماتريكس يعني وبتتعمل. طبعا لو انت عندك بقى لو 3، لو ثيرد اوردر 3 في 3، بتضطر طبعا اللي انت تحط الاشارات، طبعا الاشارات احنا عارفينها حاجات كلها قديمه قوي يعني. يعني لو انا عاوز ابدا مثلا اقول مثلا ايه، اول حاجه باخد الاي واحد كده واحط اللي هو باخد شرطه بلس، وبعد كده بشيل بعمل كروس على الصف طبعا بتاعه واضرب ده في ده ناقص ده في ده، يعني ب 2 في سي 3 ناقص ب 3 في سي 2، واطلع الترم دوت وامشي ترم ترم بقى، اخد ده الاول، وبعد كده لما اجي اخد ده اخد معاه اشارته اللي هي دي، وبعد كده لما اجي اخد ده اخد معاه اشارته اللي هي دي. طبعا كان كله سهل والناس كلها عارفاه، بس احنا طولت
احنا عايزين نمشي بيها يعني بسيكونس اللي احنا نغطي كل المواضيع يعني. كده انا خلصنا او اتكلمنا على الواحد اللي هو ده، خلصناه في 3 فيديوهات، وخلصنا ده برضه في 3 فيديوهات. ان شاء الله باذن الله المره الجايه نخش على المواضيع الباقيه في الماثيماتكس للتوضيح، بس عشان الناس تبقى عارفه احنا اتفقنا اللي هو ده الفيديو، ده الفيديو التاسع، وده كان الفيديو الثامن، وده الفيديو السابع، وده السادس، وده الخامس، وده الرابع. الفيديو الثالث كان بيتكلم في اليونتس، والفيديو الثاني كان بيتكلم ازاي تحسب السكورنج بتاع الامتحان، والفيديو الاول كان انتروداكشن وتعريف بامتحان الافي. اشوفكم بقى نكمل الفيديو بعد كده ان شاء الله. شكرا جزيلا.